منشوفكن ب14 شباط. قبل يومين ضرب سعد الحريري موعده لا مع جمهور تيار المستقبل وحده، بل مع كل اللبنانيين الذين يترقبون احتمال عودته عن قرار تعليق العمل السياسي. وحل 14 شباط، وزار الحريري ضريح والده محاطا بحشد من مناصري تياره السياسي، وقال كلاما مقتضبا تلميحيا بقي غير واضح وغير جازم. نبض البلد هون، حافظوا على النبض، حافظوا على البلد، نحن سوا وانا حدكم كل شيء بوقته. في بيت الوسط كان تلميح الحريري إلى العودة أكثر وضوحاً، لكن الغموض هو نفسه. البلد مش ماشي من دون تيار المستقبل، لكن لم يقل الحريري إن كان التيار سيعود بالفعل. أنا وين ما كنت بحدكم ومعكم، وبالنتيجة مثل ما بتقولوا كل شيء بوقته حلو، وسعد الحريري ما بيترك الناس. قولوا للكل، الله يخليكم، قولوا للكل انتوا رجعتوا على الساحة، انتوا رجعتوا للساحة، وبلاكم ما في شيء ماشي بالبلد. والله يخليكم إن شاء الله كل شيء بوقته حلو. في الذكرى 19 لاغتيال والده، وبعد عامين من غيابه السياسي، لا يبدو أن قرار الحريري بالعودة بات نهائياً. وفي هذا الإطار يلفت المتابعون إلى أن غياب الوضوح الإقليمي وخصوصاً الموقف السعودي من سعد الحريري ربما يبرر اكتفاء رئيس تيار المستقبل بالتلميح إلى عودة من دون جزمها، وهو ما يبرر أيضاً بحسب المتابعين استباق الزيارة بالإعلان عن دعوة رسمية تلقاها الحريري لزيارة روسيا، بما يوحي بأن دور الرجل لم ينتهي سياسياً بعد، ولكن بانتظار خرق يتخطى حدود لبنان. ويربط المتابعون الأمر بزيارات الدبلوماسيين إلى بيت الوسط، خصوصاً السفيرة الأمريكية وسفير روسيا الاتحادية. أما الترقب فيبقى لدردشة محتملة للحريري مع الصحفيين الخميس، علها تحمل إجابات توضح تصريحات الذكرى. كل شيء بوقته حلو، عبارة كررها الحريري ما فهم تلميحاً إلى العودة التي يبدو أنها ستكون من دون فريق عمله القديم الذي ساهم بإدخاله في تفاهمات لبنانية شكلت نقطة تحول في السياسة اللبنانية، وعلى رأسهم نسيبه نادر الحريري. أستاذ نادر، البعض بحملك مسؤولية وصول الرئيس سعد الحريري إلى هذه المواصيل، وتحديدا أنك أنت كنت عراب التسوية وشريك الوزير جبران باسيل، اليوم شو بتقول للناس اللي نزلت على الشارع لكرمال الطالب الرئيس سعد الحريري، وشو بتقول للرئيس الحريري؟ أنا كنت يعني نفذ السياسي، مش أنا اللي بقرر السياسي، أكيد كنت من الناس اللي فاعلين، بس هلا اليوم هو ذكرى للرئيس رفيق الحريري، ونحن جايب معية رئيس سعد الحريري. هل بتشجعوا على العودة برأيك؟ قرار بيعود له، وأنا بأي قرار بياخده أنا معه فيه. شو معطياتك يا شيخ نادر؟ هل سيعود؟ رح نرجع نشوفك إلى جانبه؟ لا، أنا برات هذا الموضوع. في اللقاءات جمع بيت الوسط وفودا نيابية أبرزها للقوات التي كانت أول من سحبت دعمها للحريري عام 2019، في وقت زار وليد جنبلاط ضريح الشهيد الحريري من دون التعريج على بيت الوسط. ولكن الهوات هن أكثر الناس عم تقول إذا بحطوا إيدهم مع بعض، أنتوا اليوم معروفة الهوات من رئيس سعد الحريري، وإذا بدك كنتوا مع خروجه من الساحة السياسية، اليوم كيف عم تقولوا تحطوا إيدكم مع بعض؟ بدكم يا يرجع على الساحة ولا بعدكم مع قرار اعتزال؟ أول شيء هيدا رأيك احتفظي فيه لإلك، نحن لا معلي رأيك إلك، أنا اليوم بذكرى، أنا ذكرى بهالحجم اليوم وبهالكبر ما بتصور عندي أي استعداد لنفوت فيها بزوريب صغيرة. إنها أيام قبل عودة الحريري إلى مقر إقامته في أبوظبي، أيام لا ينتظر أن تحمل أكثر من سابقاتها، على الأقل ليس قبل أن تتضح صورة المرحلة الإقليمية القادمة.